رسول الله وآله وصحبه أجمعين. إخواني مرشحي الحركة الشعبية لجهات فاس الكناس، أخواتي مرشحات اللائحة الوطنية، وإخواني وأخواتي مرشحي لائحة الشباب اللائحة الوطنية كذلك، أيها الحضور الكريم، جد سعيد أن أتواجد معكم في هذا المهرجان الخطابي الرائع، هذا المهرجان الذي لا بد أن أهنئ وأشكر من كان وراء تحضيره، وأخص بالذكر بطبيعة الحال جميع المرشحين، ولكن بخصوص مرشحي فاس ومرشح فاس الجنوبية بخصوص سي عبد العليم. سعادتي تزداد أكثر بتواجدي في هذه المدينة العريقة، مدينة فاس، مدينة التاريخ، مدينة الحضارة، مدينة العلم. نحن حضرات الأخوات والإخوة، نحن على بعد أيام قلائل من اقتراع يوم 7 أكتوبر المقبل، اللي غادي يفرز لنا واحد النخبة ديال النواب والنائبات الذي سيمثل لكم في قبة البرلمان بمجلس النواب. ولا بد لابد أن أجيب على تساؤلتكم، لابد أن عندكم أسئلة، لابد أن أنتم تقولوا إحنا هالانتخابات إحنا غنصوتوا إحنا غنطلعوا الناس، شنو هو المنتظر، شنو غيكون فيما بعد. وهنا لابد أن هالانتخابات ديال 7 أكتوبر لابد نوضعوها في السياق ديالها الحقيقي، السياق الحقيقي، وهو أن أذكر كلكم أن سنة 2011 في خضم الحراك الذي كان يعرفه العالم العربي، الحراك الذي كان يعرفه العالم العربي، كان المغرب سباقا وضع دستور جديد يجيب على انتظارات المواطن. الدستور صدقنا عليه في شهر يوليو 2011، 25 نوفمبر 2011 كانت الانتخابات التشريعية، وطلع اللي طلع في ديك الظرفية، كانت الأغلبية لمن كانت له، ومباشرة كانت هناك حكومة بصعوباتها، والكل يتذكر هذه الصعوبات، لا أريد أن أعود إليها. كان هناك حتى من كان يطالب بإعادة انتخابات، وحزبكم الحركة الشعبية إيمانا منه أننا يجب أن ننجح هذه التجربة حتى نعطيك للعالم. انخرطت الحركة الشعبية في هذه التجربة ومرات التجربة وانتهت الولاية، لكن نعتبر في الحركة الشعبية أن هذه الولاية كانت ولاية انتقالية، أن الدخول الحقيقي لتطبيق نظام الدستور هي الولاية اللي قدامنا. اليوم يجب أن نفرز نخبة التي فعلا تؤمن بالمغرب، تؤمن بقوة المغرب، تؤمن بسلامة المغرب. يجب أن نفرز هذه النخبة،
يجب أن تدافع على صون مكتسبات المغرب الكثيرة، يجب أن تدافع حتى لا يكون العودة إلى الوراء، حتى لا يكون التراجع. هذه الولاية اللي يدعى لها فيها نجاحات، فيها إخفاقات، لكن كما قلت لكم نعتبرها فترة انتقالية. الآن نحن غندخل إن شاء الله في تطبيق الحقيقي للدستور، وما عندنا شيء حق باش نغلطوا، ليس هناك مجال للخطأ في هذه الفترة المقبلة. وبطبيعة الحال عندما أردنا أن نصل المكتسبات وأن نحارب الرجوع إلى الوراء، يجب أن نحترم المواطن، يجب أن نعطي أفكار للمواطن، يجب أن نقترح عليه رؤيتنا، ماذا نريده؟ ليس ما نشاهده في الحقل السياسي، تبادل الشتام، الهيمنة لهذا أو ذاك. المغرب اختار منذ زمان التعددية، لا يمكن أن تكون هناك إلا التعددية، لا يمكن أن تكون هيمنة حزب كذا مكان. يجب هذا فصل فيه الغربة منذ الاستقلال، فصل فيه بأن المغرب متعدد سياسيا، متعدد إثنائيا، متعدد حزبيا، ولا يمكن أن يكون هيمنة لأي أحد. وأقول أن إذا ما أردنا أن نصون المكتسبات، أن نحيي منظومتنا الديمقراطية ونموذجنا الديمقراطي الفاري المتفري، يجب أن نتقدم بأفكار إلى المواطن. ومن هذه المنطلقات الحركة الشعبية ذهبت ببراغماتية، بواقعية كما هو معروف عليها، إلى إصغاء إلى المواطن، لأن الحركة الشعبية وتعيش وسط الشعب وتصغى إلى هموم الشعب وتعيش مساكن الشعب. الحركة الشعبية عندما اختار لها الأوائل اسم الحركة الشعبية وليس لا حزب الشعبي أو غيره، لأنها فعلا حركة تجمع جميع طوائف الشعب المغربي وأنها شعبية امتياز. ومن هذا المنطلق ما عليها إلا أن تعيش معكم وأن تصغى إلى اهتماماتكم وانتظاراتكم وأن تتقدم بما تراه حلول لهذه الانتظارات، حلول لهذه المشاكل. لسنا أذكياء أكثر من آخرين، لسنا ممن له حلول في صندوق وغادي يجبدها لهم يقول الحلول. كاين هادشي كله الحلول واقعية عندي، عندك، عند آخر، ولكن ما ينقصنا، ما كان ينقصنا هي الجرعة والإرادة لتطبيق ما نقترحه. المقاربات هي التي تختلف. اليوم ليس هناك ايديولوجيات، مازال ما كاينش شي واحد اليوم غادي يجي غايقول لك الارض انا غادي نحيدها من موريها نقلبها، يقول لك انا اليوم غادي نديروا الشيوعيه او شي حاجه من هذا القبيل. اليوم المشكل هو كيف ندبر اختلافنا، كيف ندبر الحلول التي نراها. ومشينا من هذه الانتظارات وقلنا شنو هو المشكل، لان عندنا واحد العدد ديال المشاكل. المشكل ديال البطالة هو أساسي، المشكل ديال التحليل، المشكل ديال التشغيل ديال الشباب ديالنا. عندنا كذلك مشكل ديال النمو العالم القروي، لانها هو جزء من حل ديال المشكل ديال البطاله. هناك امكانيات العالم القروي لا نستغلها،
لا يمكن. تنشوفوا اليوم في عدد من المناطق تنشوفوا الإنتاج سواء كان فلاحي غبوي أو غيره، ولكن لا يتمان في المكان باش يعطي فرص ديال الشغل لأبناء ديال الجهة وديال هذه المناطق. لا إذا قطعنا الخشب إلا قطعنا الخشب من الغابة تنديو على بعد 1000 كيلومتر من الجهة أخرى باش تما عاد نصوبوه وتما يتسلم. إلا انتجنا التفاح تنديو عاوتاني واحد المناطق أخرى باش تما عاد نديرو نديرو عصير. حنا باغيين الشغل يكون في أي مكان، الشغل يكون عند الوالد. اليوم المواصلات باش نشتي، ليس هناك مشكل للمواصلات، الحمد لله الجهه ديالنا هناك الطرق، هناك القطار، هناك الطياره. اليوم ما يجيش يكذب علينا شي واحد يقول لنا وهنايا راكم معاد خصني ندي للمناطق اخرى باش نكمل. الاولويه الاساسيه، اربعه الاولويات اللي ركزنا عليها اللي كتجمع هاد المشاكل اللي هنا حداها. المشكل الأول هو المقاولة. كيف يمكن أن ندعم المقاولة المغربية باش تخلق لنا ثروات، باش يكون دخل عند المواطن، باش تشغل أبناء المواطنين؟ اليوم هناك عراقيل، اليوم المقاولة لا تخلق الكثير من مناصب الشغل. اليوم المقاولة إذا تصمت عليها تتقول عندي مشاكل مع الإدارة البيروقراطية راه تسحى، تتقول عندي المشكل ديال التكوين، المدارس والكليات والمعاهد ما تيخرجوش الناس مكونين في التدبير ديال العمل في المقاولة. أو لماذا؟ واش كنا غادي نكونوا بالأجرة؟ نكونوا مقاولين كذلك، نكونوا شغالين في المقاولين، لماذا؟ تقول عندي مشكل مع الأبناء مع الجبايات. إذن المقاولة هي في الصلب، وخصوصا في صلب الموضوع، خصوصا في هذه الجهة ديال فاس مكناس، لأن فاس عانت وتنعرض لعنته من حيث المقاولة، من حيث إغلاق المقاولات، من حيث البطالة. كانت هذه المدينة كانت ثانية على الصعيد الصناعي في المغرب، وتقهقرت وأصبحت في المراتب المتأخرة اليوم. هناك مجهودات، هناك مجهودات في مكناس، هناك مجهودات شيء أن في فاس، لكن هذه راه جهة، هناك تازة، هناك الحاج، هناك إفران، هناك بلمان، هناك مولى يعقوب، هناك تونات، هناك عدد من المناطق. اليوم نحن نقول أن المقاولة يجب أن تكون في صلب اهتماماتنا، وهذا الشيء اللي كنقول لكم راه ماشي جديد. إذا تصنتوا على شنو دخل هذه سنتين ولا ثلاثة ولا حتى قبل، راه كلشي تيقول لك المقاولة المقاولة، ولكن حتى شي واحد ما تجرأ أنه يقول راه نطبقوا هذا الشيء اللي كنطبقوا على هذه المقاولة. أشنو عندنا، شنو هو المشكل؟ ناخذوا هذا الشيء ونطبقوه. تنبقاو تهربوا في القوانين، تهربوا قانون الإدارة، قانون كذا، هذا لا يعقل، لا يعقل. يجب أن نكون حازمين، وأتعهد أمامكم أن الاختيارات التي طرحتها الحركة الشعبية إذا ما صدقتم عليها بتصويتكم يوم 7 أكتوبر سنلتزم بالدفاع عنها، سواء من موقع الأغلبية أو موقع المعارضة، لا يهم، لكن المدافع على قناعتي. هناك بطبيعة الحال محور ثاني نعتبره أساسي ولمحت إليه، وهو ما نسميه العدالة المجانية. لا يعقل الإخوان والأخوات، هذه 60 عام اللي داز ركبنا الاستقلال ديالنا، هذه 60 عام وحنا تنقولوا وترددوا نفس الكلمات. العالم القروي مازال ما هوش، ما تماش، العالم القروي مازال متأخر.
ولماذا؟ لأن ما نريد أن يكون هناك مخطط حقيقي تنقلب عمليات ديال الرش. أرى هذا دين المدير، أرى هذا دين المسجع، أرى هذا دين جوج متر ديال الطريق. شوفوا هكي كتولي هذا الطريق، راكم كلكم أبناء، كلكم محاطين بالعالم القروي. اليوم هناك مشكل ديال التجهيز ديال العالم القروي، ديال استكمال التجهيز، ولكن هناك مشكل جمله، الخدمات التي تقدم في العالم القروي ليست في المستوى. لا مدرسة مهرسة وما فيهاش استاذ، السبيطار مهرس وما فيه لا طبيب لا دواء، الطريق كيبقى فيها مترو بعد سنتين ثلاثة كيبقى فيها مترو كلها مخطرة. يجب أن نعتني بهذا، يجب، لأن عندما تبنى تبنى كيف المغرب في المملكة هناك حراك في الشورى، يجب أن نعتني بها. لكن عندما أتحدث عن العدالة المجالية راه ماشي غير العالم القروي، راه حتى العالم الحضاري يعاني من هذا. عندما أقول عدالة مجالية أنا تنقل الجهة بحال الجهة ديالنا ديال فاس الكناس، الجهة اللي في وسط المغرب، الجهة اللي ما مفتوحاش على البحر، الجهة اللي ما هيش قريبة من الموانئ، ما خصها شيء أننا نظلموها. تاي خص يكون عندها امتياز، تاي خص الدولة دير فيها استثمارات قوية حتى يمكن للمستقبل أن يأتيها. ما يكفي شيء نقولوا وراها عندها الطريق وهذا، لا، اليوم المستثمر ما باغي شيء أنه يخلص كل فائدة فيها، باغي أنه الثمن اللي تيخلصوا في طنجة يكون الثمن اللي تيخلصوا في فاس. ولهذا على الدولة أن تتحمل الفريق، لأن فاس الكلاس ما اختاروا شيء أنه يكونوا في وسط المغرب وأنهم يتحملوا العبء ديال التنمية. فلهذا العدالة المجالية هي عدالة شمولية، هي إعطاء إمكانيات، نفس الإمكانيات، بل أذهب أكثر من هذا. اليوم الدولة كتقول أنا تدير التجهيزات والمستمر الحر الخاص يعني القطاع الخاص هو اللي يستثمر. تنقول لا، في بعض المناطق، في بعض الجهات مثل جهتنا، يجب أن تتدخل الدولة، خاصها تدير يديها في جيبها وتستثمر في القطاعات الإنتاجية حتى يجي القطاع الخاص. لا يمكنها شيء تنصر من المسؤولية ديالها. هذه قناعتنا، هذه تجربتنا. هناك محور آخر يتعلق بالحقوق، صيانة جامع الحقوق الشمولية بما فيها الحقوق اللغوية، الحقوق الثقافية، الحقوق الصحية، السكنية، جامع الحقوق للمواطن. وهناك محور آخر لتنقلوه تخليق الحياة العامة. واش 60 عام عاود ثاني ومازال غادي نبقاو ايوا المحاربة الرشوة وفوقاش غنحاربو الرشوة وفوقاش غنحاربو هاد الرشوة؟ تيخصنا نقطعو مع الأساليب القديمة، تيخصنا بلاد حديد، تيخص نعطيو المثال. واخا نغلطو نعطيو المثال يعرفونا بأن هناك إرادة قوية لمحاربة هذه الآفات. وبطبيعة الحال كما قلت لكم نحن لم نبتكر حلول، لم نكن أذكى من سبقونا ومن هم حولنا، لكن نقول أننا لنا الجوع والقدرة على تطبيق ما سنتعهد به إذا ما وصلنا إلى حكومة أو الدفاع عنه إذا ما كنا في المعارضة. ولكن كذلك مهما كان الأمر إلى تنقل المقاربة الحكمة هي المشكل. تخصنا نختاروا النواب ديال غدا، هذا اللي يجعل ان في هذه الجهه اخترنا ناس لهم تجربه، ناس مارسوا الاداره، ناس عايشين مع الشعب وفي وسط الشعب ويمكن لهم يعرفوا شنو كاين. فيهم وزراء سابقين، فيهم ولاد سابقين، فيهم رؤساء جماعات، فيهم ناس ببرلمانيين سابقين، الناس اللي عارفين شنو هما المشاكل وعارفين شنو هما
الاشكاليات اللي كتواجه الحلول واللي ممكن انهم يتجندوا معكم لحل هذه الاشكاليات. عندما اتحدث على فاس الجنوبيه على السياق عميمي لان احنا الان في هذا المكان، فبطبيعه الحال اعرف المشاكل من الموقع ديالو السابق لان سمع الاهتمامات ديالكم، اعرف كذلك شنو هو العراقيل اللي كتواجه الحلول وممكن انه يدافع لازاله هذه العراقيل، ونفس الشيء بالنسبه للاخرين. نفس الشيء بالنسبه للمرشحين. يبقى بطبيعة الحال يبقى عنصر أساسي في البرنامج ديالنا، عنصر أساسي الذي يسائلنا جميعا، راه هذا الشيء اللي هضرت عليه بطبيعة الحال ما يمكنش نعرف التفاصيل كلها، راه كنلقاوها في الوثائق المنشورة ديالنا، ولكن كيبقى مشكل، واش مازال غادي نبقاو نقلبوا على هذه الحلول ونطبقوهم من الرباط، نطبقوهم على فاس، على صفرو، على الراشيديه، على ما عرفتش شكون. اليوم الجهويه المتقدمه اللي دخلنا فيها خاص تعطاوها الامكانيات لانها هي اللي ممكن تكون الحل، هي اللي ممكن تقرب الحلول، هي اللي ممكن تخفف على الرباط، هي اللي يمكن تدير التميز، لان الحلول ديال فاس ما هيش نهائيا الحلول ديال مجدة ولا هي الحلول ديال الرشيدية. هذه الجهوية اسمحوا لي ان اقول لكم ان مازال مع الاسف ما خدتش طريقها الشرعي، ولكن لنا الثقة واليقين لان هناك ارادة قوية في المغرب لانجاح هذا المسلسل، ونحن سندافع على انجاحه. كيف يعقل اليوم ان الجهاويه باختصاصات ديالها ما تلقاوش شيء الفلاحه؟ شنو يمكن ينمي الجهات الى ما كان شيء الجهه كتهتم بالفلاح وبالفلاحه والانتاج الفلاحي؟ وهناك امثله اخرى. اذا الجهاويه تنعتبرها اساس وسندافع على ان تعطاها جميع الامكانيات والاختصاصات لتقوم بدورها ولتساهم في تشغيل اسراب من الشباب الذين تكونوا اللي اليوم بقى عندهم امل، اللي اليوم تكون شغالوا في الكره باش نديروا حنايا. يا جيل يا جيل من نتجه الى هذا. اخواني اخواتي باش نلخصكم هادشي، حنا متواضعين في الحركه الشعبيه، حنا اعتبرونا كقياده وكمنتخبين البوق ديالكم، تنوصلوا الاهتمامات ديالكم وتنجندوا معكم للحل، وسنكون دائما الى جانبكم لان ليس لنا اختيار. حنا رجلينا بجوج في هاد البلاد، ما عندناش رجل هنا ورجل على برا، يا غير يحسن، ما عندناش يمكن. ولهذا نعتبر ان بتصويتكم على مرشح الحركه الشعبيه، بمنح ثقتكم لمرشح الحركه الشعبيه، ستساعدنا الحركه وانفسكم على بلوغ الاهداف المنشوده اللي كنا تنعيش المراره ديال المشاكل ديالها. ما كاينش شي واحد فينا من القياديين الكبار والجدد اللي ما عنده شي عاطل في البيت، اللي ما عنده شي عاطل في العائله، اللي ما عنده شي مشاكل مع الاداره، يجب ان نتجند لهذا وسنتجند ان شاء الله، وستكون لنا الشجاعه حتى في إعادة النظر في بعض الاجراءات حتى وان سهلنا في تحقيقها. كاين بعض اليوم بعض الحلول بعض الاجراءات ما غنسميش التقاعد ناقصه وجبد، اللي يمكن تكون عندنا الشجاعه نرجعوها بعد الانتخابات لان فيها الكثره ديال الغضب، فيها ناس كثار غاضبين منها، يجب ان يكون تشاور واسع ونقلبوا على الحلول الوسطى لان نحن امه وسط ولا نريد ان يكون هناك اغلبيه الارقام.
مستعدين أن نعيد معكم إذا منحتنا الثقة النظر في كل ما يمكن أن يغضب الشعب على أساس طبيعة الحال المغربي وشي كل شيء، ولكن على الأقل ما يرضي الأغلبية. باش نوصلوا لهذا الشيء تيبقى شرط، شرط واحد وهو شحال غيكونوا نهار 7 أكتوبر، شحال غيجيو سنة هذاك الاقتراح، شحال غيتوجهوا باش يديروا الصوت ديالهم. وأتمنى أن يتجند الجميع وأن يكون مساهما في حشد أكبر عدد من المواطنين للتصويت. التصويت سواء للحركة الشعبية وهذا ما أتمناه أو لغيرها، لكن يجب أن نتجه إلى صناديق الاقتراع، وموعدنا يوم 8 أكتوبر للاحتفال بالنجاح الذي سيكون نجاحكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.